الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بالإسلام، اللهم لك الحمد أن أكرمتنا باتباعنا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا من أمة محمد خير الأنام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت خلقتنا، وأنت تهدينا، وأنت تطعمنا، وأنت تسقينا، وأنت تميتنا، وأنت تحيينا. اللهم إن نبيك زكريا دعاك وناداك نداء خفيا فاستجبت دعاءه، وإن نبيك يونس بن متى ناداك في الظلمات فاستجبت دعاءه، وإن نبيك أيوب دعاك فاستجبت دعاءه، وإن نبيك سليمان بن داود دعاك فاستجبت دعاءه، ونحن أيضا يا ربي عبيدك المؤمنون بك اللائذون بك الواقفون على بابك الملتصقون بأعتابك، نسألك يا ربي أن تستجيب دعاءنا كما استجبت دعاءه، وإن لم نكن قد بلغنا شأوه، فأنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك في هذه الساعة المباركة، في هذه الأيام والليالي التي أقسمت بها في محكم تبيانك يا رب العالمين، أن تكرمنا بالقبول وأن تستجيب دعاءنا في هذه الساعة. خذ بنواصينا ونواصي قادة المسلمين في شتى بقاعهم إلى ما يرضيك يا رب العالمين. حبب إلينا وإليهم الإيمان، وزينه في قلوبنا وقلوبهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إن قلوب العباد بين إصبعيك تقلبها كما تشاء، فوجهها يا رب قلوبنا وقلوب سائر المسلمين، قلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك يا رب العالمين. يا هادي المضلين، يا مقيل عثرات العاثرين، ارحمنا وارحم عبادك ذوي الخطر العظيم يا رب العالمين. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. لا تبعدنا يا ربي عن جنان رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين. مولانا ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك، نحن مقرون بذنوبنا، مقرون بأخطائنا، مقرون بتقصيرنا، وأنت الرب القائل وخلق الإنسان ضعيفا، ولكن يا ذا الجلال والإكرام مؤمنون بعبوديتنا لك، مؤمنون بأنك ربنا لا رب لنا سواك. فنسألك يا ربي بذل عبوديتنا لك، ونسألك بإيماننا بأنك الله الواحد الأحد الفرد الصمد، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤلة، وأعني عبادك المشاهدين نساء ورجالا في هذه الساعة المباركة في عالمك الواسع أينما كانوا، أعطي كل واحد منا سؤله يا أرحم الراحمين بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اكشف عنا هذه الغمة التي أصابت عبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام، انصر عبادك المستضعفين المظلومين المقهورين في فلسطين وفي سائر بقاع عالمنا العربي والإسلامي يا ذا الجلال والإكرام. كف أيدي الظالمين عن عبادك المظلومين مولانا يا رب العالمين، كف أيدي الظالمين عن عبادك المظلومين، كف أيدي الطغاة عن عبادك المظلومين يا ذا الجلال والإكرام. إلهي إنه قد وصلنا من حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ربكم حيي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها وهي خائبة. وقد بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك يا رب العالمين، حاشاك حاشاك يا مولانا أن تردها خائبة يا رب العالمين.
أعطنا سؤلنا يا ذا الجلال والإكرام، أصلح على عبادك المسلمين في سائر بلاد الإسلام يا رب، اجعل هذه البلدة التي أقمتنا فيها والتي باركتها بلدة آمنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. يا مولانا اكلأ بلدتنا المباركة هذه بعين عنايتك، وطاهرها من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام، وطاهر بقاع عالمنا العربي والإسلامي من كل سوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ضعاف لا نملك من أمر أنفسنا حولا ولا قوة، تبرأنا إليك من أوهام حولنا وأوهام قوتنا، وجئنا إليك أمضاء فقر، لا نملك إلا رحمتك، لا نملك إلا الأمل بفضلك وإحسانك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بقولك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أن تستجيب لنا ونحن عبادك المضطرون يا ذا الجلال والإكرام. رد عنا ظلم الظالمين وكيد الكائدين يا أرحم الراحمين، اكشف السوء عنا بما شئت وكيف شئت يا أرحم الراحمين. أصلح حال عبادك المسلمين في أموالهم، في دنياهم، في أسرهم، في شؤونهم كلها يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام اجمع كلمة عبادك المسلمين الدعاة إلى دينك، اجمع كلمة عبادك المسلمين القائمين بأمور عبادك، اجمع كلمتهم على ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. امحو أسباب الخلاف، امحو أسباب الخصام مما بينهم يا رب العالمين، يا من بيده كل شيء يا ذا الجلال والإكرام. كما جمعت قلوب عبادك المؤمنين في صدر الإسلام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا مثال الخصام وكانوا مثال العداوة والبغضاء، فنسألك اللهم أيضا أن تجمع قلوب عبادك المؤمنين اليوم على ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. أزل أسباب الوقيعة، أسباب الخصام، أسباب الشقاء مما بين عبادك المسلمين يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، يا هدي المضلين، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعناك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. يا رب إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فحبب إلينا لقائك، وكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، واملأ اللهم قلوبنا شوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.